شكرا لجمعية وعد، شكرا للأخ عبد الله الحداد على ما تقدم به في التقديم. وأشير إذا كان لابد من تقديم لهذه الندوة، أشير إلى أنه في الوقت الذي يتطلع فيه شعب البحرين إلى حل يخرج البحرين من أزمتها السياسية والدستورية، وإلى تحول ديمقراطي حقيقي تسود فيه الحريات وحقوق الإنسان، وتسود فيه حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بوجود نظام انتخابي عادل ونزيه، وفي الوقت الذي تعجز فيه السلطة التشريعية عن إقرار تشريعات مر على وجودها زمن طويل تعزز من الحقوق والحريات العامة التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، وتعجز عن مناقشة ومعالجة ما تزخر به تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية من فساد وإهدار للمال العام، أقرت هذه السلطة على عجل مجموعة من القوانين التي هي في الأصل ناقصة ومقيدة للحريات. ومن أبرز هذه القوانين الذي تم تعديلها هو المرسوم، هو القانون رقم 26 لسنة 2015 بشأن الجمعيات السياسية، بما اشتمل إليه من إضافة على المادة 16 من هذا القانون بسريان أحكام قانون الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية السياسية الذي يتم اختيارهم بالانتخاب. لتزيد هذه التعديلات فوق القيود التي نص عليها قيود جديدة على العمل السياسي، وهو موضوع هذه الندوة. قد نتفهم أو نقبل أن تضيف التعديلات الجديدة على قانون الجمعيات السياسية في شروط التأسيس بعدم استخدام المنبر الديني، أو في القواعد التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسي بعدم استخدام الشعائر الدينية، رغم أنها جاءت عامة دون تعريف قاطع، غير أن الذي لا يمكن أن نتفهمه أو نقبل به ما نصت عليه المادة 16 من القانون، سواء كانت في الأصل أو في ما أجرته التعديلات الجديدة على هذه المادة. شنو نصت في الأصل؟ تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام، إلى آخر ما جاء في المادة. وأضافت التعديلات الجديدة وتسري أحكام القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية. ولمناقشة هذه المادة في الأصل وفي التعديل، ولبيان أوجه الاعتراض على ما نصت عليه، نشير إلى ما يلي. أولاً، أموال الجمعية السياسية لا تعد من الأموال العامة. إذا كانت المادة 2 من قانون الجمعيات السياسية نصت على أن الجمعية السياسية تعمل بصورة علنية وبوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة بقصد المشاركة في الحياة السياسية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنها بالقطع واليقين لا يمكن اعتبار أموال هذه الجمعية في حكم المال العام، فهي ليست عقارا أو منقولا مملوكا للدولة، وهي ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تملك هذه الأموال وتكون مخصصة للنفع العام، بدلالة نص المادة 26 ألف من القانون المدني التي عرفت المال العام. الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار. وهذا يعني أن المال العام هو كل شيء تملكه الدولة من عقار ومنقول أو أي شخص اعتباري عام يكون مخصصا للنفع العام.
إذ يشترط في المال العام شرطان، الأول أن يكون مملوكا للدولة أو أي شخص اعتباري عام، وبالطبع الجمعيات السياسية ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة. ومن ثم يكون قانون الجمعيات على خطأ وقع فيه حين اعتبر مال الجمعية السياسية في حكم العام في حكم المال العام كونه يتعارض ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه المادة 26 من القانون المدني. 2، قيادات الجمعيات السياسية ليست من الفئات الخاضعة لقانون الذمة المالية. استعرض زميلي الأستاذ سامي من هم الفئات، وبقراءة هذه الفئات يتبين أنه ليس هناك من الجمعيات السياسية أو من مؤسسات المجتمع المدني ما يخضع لقانون الذمة المالية. وبين ما أريد أكرر وبين كيف الحالات اللي شملتهم يتضح لنا من استعراض ما أشار له الزميل سامي من قراءة للقانون ما يلي: إن قيادة الجمعيات السياسية ليست من هذه الفئات التي ينطبق عليها قانون الذمة المالية، ومن ثم يكون النص المعدل بخضوع القيادات لقانون الذمة المالية قد خالف هذا القانون، أي قانون الذمة المالية نفسه. إن الهدف من أحكام قانون الذمة المالية هو حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصود كرامة الوظيفة العامة ومكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة. وواقع الحال يشير إلى أن مال الجمعية السياسية ليس مالا عاما، وهي ليست جهازا من أجهزة الدولة، وقيادات الجمعية السياسية ليسوا من موظفي الدولة ولا يشغلون وظيفة عامة بحكم وجودهم في الجمعية. يمكن يكون موظف عام لكن بحكم أنه ولا يتصور وهم في قيادة الجمعية أن يكون لديهم كسبا مشروع أو غير مشروع. إن سريان قانون الذمة المالية 3، إن سريان قانون الذمة المالية على قيادة الجمعية فيه خلط ما بين الجمعية كشخصية اعتبارية وبين أعضاء الجمعية بصفاتهم الشخصية. فمن المعروف أنه بمجرد تأسيس الجمعية السياسية تكتسب الشخصية الاعتبارية طبقا لنص المادة 11 من قانون الجمعيات السياسية، وبالتالي وفقا لهذا النص الجمعية السياسية تكتسب صفة قانونية مستقلة عن الصفات الشخصية للأعضاء بما فيهم القيادة، وبالتالي تكون الذمة المالية الشخصية للأعضاء والقيادة منفصلة عن ذمة الجمعية المالية، وما تحاسب عليه الجمعية السياسية هو فقط ما يصدر منها من تقارير مالية طبقا لنص المادة 15 من قانون الجمعيات، اللي هو يجب على الجمعية إبلاغ وزير العدل بنسخة من الموازنة السنوية وحسابها الختامي. فضلا عن ذلك فإن نص المادة المذكور أعطى ديوان الرقابة المالية بصفة دورية أو بناء على طلب وزير العدل مراجعة دفاتر ومستندات وحسابات ومصروفات الجمعية. 4، إن رأينا المشار إليه مهمة يتفق مع مفهوم الفساد والنطاق الذي عرفته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة في 31 أكتوبر 2003 والتي صادقت عليها البحرين بموجب القانون رقم 7 بتحفظ طبعا على المادة 2 المتعلقة بالتحكيم. أغراض هذه الاتفاقية هي ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد، ولتحقيق هذا الغرض نصت على تعريف للموظف العمومي على أنه أي شخص يشغل منصبا تشريعيا
أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرف في الاتفاقية، سواء كان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص. اتفاقية للموظف العمومي ولا يشمل الاتفاقية، لا تشمل المؤسسات المجتمع المدني، شملت مؤسسات المجتمع في الخاتمة سأشير إليه في شنو شملت. السؤال المهم، ما مدى دستورية المادة 16 اللي هو خضوع الجمعيات، قيادة الجمعيات السياسية المنتخبة لقانون الذمة المالية؟ هذا الخضوع لا يخالف قانون الكشف عن الذمة المالية أو أحكام القانون المدني أو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقط، بل يخالف أحكام الدستور، إذ يعتدي على الحق في تكوين الجمعيات التي كفلها الدستور على أسس وطنية والأهداف المشروعة وبوسائل سلمية، وذلك للأسباب التالية. أولا، إن من المقرر أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات التي كفلته المادة 27 من الدستور هو فرع من حرية الاجتماع، وأن هذا الحق يتعين أن يكون تصرفا إراديا حرا لا تتداخل فيه الجهة الإدارية بل يستقل عنها، ومن ثم تكون هذه الحرية قاعدة أولية لها قيمة دستورية لتكفل لكل ذي شأن حق الانضمام إلى الجمعية التي يرى أنه أقدر على التعبير عن مصالحه وأهدافه، وفي انتقاء واحدة أو أكثر من هذه الجمعيات إذا تعددت ليكون عضوا فيها. وما هذا الحق إلا هو جزء لا يتجزأ من حريته الشخصية التي أعلن الدستور قدرها وكفلها بنص المادة 19 التي تقضي على أن الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، أي يجب صونها وعدم المساس بها. ثانيا، أن الحق في تكوين الجمعيات سواء كان الغرض منه سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو غير ذلك، لا يعدو أن يكون عملا اختياريا يرمي بالوسائل السلمية إلى تكوين إطار يعبر المواطنون من خلاله عن مواقفهم وتوجهاتهم، ومن ثم فإن حق الاجتماع يتداخل مع حرية التعبير مكونا لأحد عناصر الحرية الشخصية التي لا يجوز تقييدها بغير اتباع الوسائل الموضوعية والإجرائية التي يتطلبها الدستور، ومن ثم صار لزاما امتناع تقييد حرية الاجتماع إلا وفقا للقانون. ثالثا، المواثيق الدولية اهتمت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، من ذلك نص المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بنص الفقرة الثانية من المادة 22 التي حظرت وضع القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي. من جميع ما تقدم يتبين أن حق المواطنين في تأليف الجمعيات مهما كان الغرض الذي أنشئت من أجله وما يرافقه من حقوق وحريات عامة أخرى أبرزها حرية الاجتماع وحرية التعبير، هي جميعها أصول دستورية ثابتة يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها ومتداخلة مع بعضها البعض لتؤلف نسيج متكامل يحتل مكانا في الدستور، ومن ثم يكون نص المادة 16 من قانون الجمعيات خالف هذه الأصول الدستورية الثابتة سواء كان في الأصل أو في التعديل، ويكون فضلا
عن تعارضه مع تعريف القانون المدني للمال العام وقانون الكشف عن الذمة المالية ومخالفة الشروط التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من المادة 22 بشان القيود، ويتعارض مع الغرض من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويخلط ما بين الجمعية كشخصية اعتبارية والأعضاء بصفتهم الشخصية، فإن هذا النص بالإضافة لكل هذا يعد تدخلا في شؤون الجمعيات السياسية وفي الشؤون الشخصية للأعضاء الذي يمتد إلى أزواجهم والأطفال القصار، وينال من حرية تكوين الجمعيات وما يستلزم هذه الحرية من حريات أخرى التي أشرنا إليها سلفا، ويعتدي على الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، وهو بذلك يكون قد نال من جوهر الحق في تكوين الجمعيات بالمخالفة لنص المادة 31. لا يجوز أن ينال تنظيم الحقوق والحريات من جوهر الحق أو الحرية. في العقوبات أشار لها زميلي الأستاذ سامي، لكن ودي أن أشير إلى نقطة مهمة. كما تابعتم في الصحافة إن الجمعيات تلقت خطابات أو كشوفات عن الذمة المالية من وزارة العدل، أنا في الحقيقة ما شفتها ما طلعت عليها، وإن مسؤول مكتب الجمعيات السياسية بالوزارة لوح بأن الجمعيات السياسية إذا امتنعت فللوزير أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوة يقيمها بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، كما يجوز للوزير كما قال مسؤول مكتب شؤون الجمعيات، ويجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة بناء على دعوة للحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها إذا ارتكبت مخالفات جسيمة لأحكام دستور المملكة وهذه القانون أو أي قانون آخر، ولكم أن تشاءوا شنو هاي المخالفات الجسيمة. والحقيقة هي أن وزارة العدل ليس هي الجهة التي تطلب أو تتلقى كشوفات أو إقرارات الكشف عن الذمة المالية، بل هي هيئة فحص إقرارات الذمة المالية التي تتبع المجلس الأعلى للقضاء حسب المادة 4 من قانون الكشف عن الذمة المالية، والتي نصت على وتختص الهيئة بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها والتحقيق بالشكاوى المتعلقة بها. وعليه إن كان طلب وزارة العدل قد تضمن ضرورة تقديم إقرارات الذمة المالية من قيادات الجمعيات السياسية فإنه طلب باطل مخالف لقانون الكشف عن الذمة المالية، ويعد كأن لم يكن، ولا يسري عليه ميعاد 60 يوما، ولا يجوز إفشاء أسرار الذمة المالية لوزارة العدل، لأن نص المادة 7 من قانون الذمة المالية يقول تعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات والمعلومات المتعلقة بالذمة المالية من الأسرار. العقوبات تحدث عنها، ما أريد أطول فيها. في حكم محكمة دستورية طعن مجلس الشورى طعن في، لأن المحكمة الدستورية رفضت الطعن في أسباب كثيرة ما أريد أطول، لكن إذا في خاتمة لما تفضلت به، ليس مكان الجمعيات أيا كان نشاطها هو الكشف عن ذمتها المالية أو ذمة الأعضاء الذين ينتمون إليها، بل مكانها هي محاربة الفساد والمفسدين، وهو من أهم ما تطالب به الجمعيات السياسية. ويكاد لا يخلو برنامج سياسي لجمعية سياسية من هذا المطلب، فبدلا من أن ينص قانون الجمعيات السياسية على تشجيع الجمعيات السياسية على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، حشرها حشرا وقسرا ضمن الفئات التي يشملها قانون الكشف عن الذمة،
ويأتي هذا بالمخالفة لنص المادة 13 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. شو تقول هذه المادة؟ اللي يقول تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم.